الفاصل الغنائي الجميل ننتقل وياكم إلى فقرتنا التالية، فقرة الأبراج مع زميلتي ميس. ميس صباح الخير. شكرا لك، صباح الخير يا عزيز، وصباح الخير على كل متابعي قناة زاكروس الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في فقرتنا الصباحية لهذا اليوم الأبراج. راح نبدأ وياكم كالمعتاد مشاهدينا الكرام من برج الحمل. الحمل، انتقال القمر إلى برجك يقدم لك يوم واعد جدا، وتبدو نشيط في العمل، وأيضا لديك الدوافع والحماسة الكبيرة حتى تنفذ مهام جديدة، وأيضا تحاول أنه تبحث عن فرص أخرى. عاطفيا، الاهتمام الذي يوفره لك الشريك يساعدك كثير حتى تستعيد عافيتك، وهذا راح يكون دين عليك حتى توفيه في الفترات المقبلة بالوقت المناسب اللي يستدعي رد الجميل إلى الأصحاب اللي دعموك مؤخرا. صحيا، انتبه للوضع الصحي، لا تهمل أي عوارض، اذهب لاستشارة الطبيب وحاول أنه تحافظ على صحتك، لأنك أسهمت في الآونة الأخيرة وتركت العمل يتعبك ويتعب نفسيتك. وأيضا نروح إلى برج الثور. الثور، حاول أن لا توظف أمولك وهذه الأموال إلا في استثمارات ناجحة، وترك الضغوط من حول الأصحاب اللي يحاولون أن يأثرون عليك في بعض التجارة التي قد تكون غير مربحة في الفترة القادمة. أيضا يعني عاطفيا، الشريك يطالبك بجواب حاسم، حاول أنه توفي له كل ما يعني يناسب تطلعاته وما قدم لك من دعم، لأنه طيب، ويعني يحاول أنه يواظب على يعني حل أموره ومشاكله معك بطريقة لطيفة. صحيا، لا تخاطر بوضعك الصحي من خلال تناول أدوية أنت ما تعرف شنو سببها. الوعكة الصحية اللي كانت مؤخرا في ظهرك حاول أن تتخلص من عندها ببعض المهدئات، لأنه بعض الأبراج النارية اللي دخلت على أبراجك تسبب لك بعض الحرارة. أيضا الاتصال الهاتفي، شباب يقولون توقف يم الجوزاء. نعم، منو معي؟ شباب أكو اتصال هاتفي. ألو ألو ألو، صباح الخير يا دنيا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. نعم يا دنيا. ألو دنيا، يعني أسمع، شو تفضلي؟ إيمان من بابل. إيمان؟ أي حبيبتي، أنا من بابل. إيمان شلونك؟ ألو إيمان، أنا والله أسمع، شو تفضلي؟ أدري في دراستك شو ما تنهبتيني. إيمان تسمعيني؟ حبيب أي أمونة. أي حبيبتي أمونة. إيمان، فقدنا الاتصال للأسف، آلاف الرسائل للأسف يعني يا إيمان، والله كنت أتمنى أنه يعني نحاول أنه نرضي كل مشاهدينا وكل متابعينا، لكن إن شاء الله بعد ما تنتهي فقرتنا اليوم إحنا أخذنا كم جدا كبير، خصوصا يعني أمس كانت هي الجمعة وأيضا ما كانت هناك راحة، لكن حاولنا أنه نضغط ويعني نجاوب على أكثر عدد من رسائلكم. راح بعد هذه الفقرة راح نروح إلى رسائلكم إن شاء الله يا إيمان، راح أكون معك إذا عاوت الاتصال معايا. من ويايا يا شباب؟ ألو ألو، السلام عليكم. سلام والرحمة، من ويايا؟ تحرير من البصرة. تحرير؟ ايه، شلونك يا تحرير؟ الحمد لله بخير. أنا بخير، إذا أنت بخير، شلون هم أهل البصرة؟ الحمد لله. دوم يا ربي. إي تحرير، شنو حابة؟ حبيبتي أنا أيها التاريخ 28/1. أنت إيش قد 28/1؟ 28/1. طيب 28/1 راح تكونين من برج الدلو. راح تكونين من برج الدلو، طالعك هو أورانوس وطبعك هو هوائي. طيب أخذ من ناحية الصحة. طيب زين، تحرير من ناحية الصحة، من فترة يعني شوفي، احنا دائما كل ما نبدي نحاول انه نحكي عن ثلاث وجوه لكل الابراج. اليوم اذا ردنا نحكي راح نحكي ايضا عن ثلاث وجوه، منكم من يحاول اجراء عملية لا سمح الله، والاخر من يعني رايح الى علاجات، لانه بعض الابراج اللي اثرت على كوكبه وعلى طالعه مؤخرا سببت له حالة من الصداع وايضا يبوسه في الجسم، وهناك سيدات ايضا تعاني مشاكل نسائية جدا كبيرة، واضح معايا، وايضا مشاكل التكيسات في المبايض وبعض الامور. شو من يعني شو هاي الامور اللي يعني على حضرتك من ذولي حتى اكمل معك؟ لا، هاي مو لي. هذا الموضوع ما ينطبق عليك. طيب الاخوي يعني لازم انت المفروض يا حبيبتي يا تحرير، لازم انت بدايه من اللي تحكين تطلبين تقولين اني شخص كان يعني رجال او مرأة حتى نحاول انه نسوي لك اياها. طيب هو تاريخ 28/1. ها، اذا هو رجل. ايه
نعم، مو تعرفين انت اكو ذكر بالنسبه للابراج في ذكر الحمل وايضا او ذكر الدلو او يعني الانثى، فاحنا حكينا او قرينا الانثى. طيب عن شنو تحبين تعرفين؟ فقط عن جانب الصحه. طيب جانب الصحة، هذا الشخص يعني يطلع معاه من فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر أكو مواضيع قاعد تبين عنده، كان يكون داء الصفراء، يعاني من اصفرار بوجهه وأطراف أصابعه. صحيح. تمام تمام حبيبتي. إيه صحيح. صحيح، بدأ يفقد شوية من وزنه مبين عليه. تمام 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 حبيبتي، خليه ينتبه ويروح يسوي لنا تحاليل تشيك، يشوف مسألة الكبد، وأيضا يحاول أن يرتب بعض الأمور، لأنه بعض الطوالع مسببت له هذه الحالة، وإحنا نخاف لا سمح الله من أنه يعني تضاف عنده هذه المشكلة. وبعدها إذا طلعت التحاليل حاولي أن تتصلين بي وتقولي لي شنو السبب بالضبط، حتى نحاول أنه يعني نساعده بموضوع قد يكون يهمه أو يعني ينفعه. حبيبة قلبي، سلامي لأهل البصرة. الو، من وياي يا شباب؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. ابو علي من بغداد وياكم. ابو علي؟ نعم من بغداد. يا ابو علي شلونك؟ حياك الله، شلونك اختي العزيزه؟ يخليك تطول عمرك. وتحياتي للكادر اجمعين، قناه زاركوت الفضائيه. يخليك الروعه. طول لي عمرك. انا من برج الدلو، من برج الدلو بصوره عامه. انت الدلو؟ حتى الورانا هم يحصلون. طيب. مشاركه، ممنون مني. طيب يخليك يا ربي، برج الدلو. يعني ابو علي، مو احنا شويه برج الدلو به كثير من التفاصيل، تحب تخص في قضيه معينه حتى على عجله نحكي؟ مقدمين على شغلات وتاخرت علينا، بس اريد نعرف هذه. طيب. وعن الحياة الزوجية وغيرها، يعني مختصر مفيد إذا ما كزحمة. طيب. عليكم. عيني أبو علي، إذا أريد نحكي عن موضوع العمل، إحدى السيدات أو أحد الأشخاص، أنت كشخص وسيط بيناتهم، أكو قضية معينة الآن تحاول أنه تسعى إلها، وإن شاء الله تكون محمودة، وإن تأخرت لكن هي في طريقها إلى النجاح والفلاح والصلاح إن شاء الله. أحد الأشخاص راح يكون عندك موعد بعد شي يوم أو يومين، والقضية إن شاء الله ماشية. إذا كان الموضوع صحيح جاوبني. نعم نعم صحيح، أشهد ما بالله صحيح. طيب طيب أحسن. زين، إلى الأمور العاطفية. الأمور العاطفية، أنت من فترة جدا طويلة يعني يطلع لي يعني العاطفة معاك كانت جدا صفر، الآن في طريقك إلى اتصالات أو حب أو زواج أو اقتران أو خطوبة، وهذا الموضوع باين معاك وأنت جدا سعيد وفرحان بهاي الأمور، أن قريب إن شاء الله راح يحصل المراد. صحيح، ممنون مني، كان أشكرك جدا، تحياتي للكادر والقناة الزاردوت. أبو علاوي صحيح؟ صحيح صحيح. زين، بس اذا خطبت وتزوجت ضروري تعزمنا، ترى كل الكادر. ها والله والله طلي اجيب القناه، طلي سمعتوا قدام كل الحضور راح يجينا طلي القناه. زين احنا وين راح نلقاك ابو علي؟ غير تخلينا عنوان وهذا تليفوني يمكم. امانة الله ورسوله، شو اسوي بالقناه يمكم؟ خير ان شاء الله. عاشت لك عيني يا ابو علاوي، وان شاء الله يا رب راح ندعي لك احنا يمشي الموضوع بسرعه، لان الجماعه ترى ممنون منكم. انا خليك يا ربي يا طلي طلي محشم من العرفات اجيبه. يا الله يا ربي، الله يبارك فيك. الله ممنون، يفتح لكم ان شاء الله. امين يا رب. طيب شباب، اتصال اكو اتصال هاتفي اخر. الو الو، السلام عليكم. السلام والرحمه. اني دنيا. دنيا، شلونك حبيبه؟ هلا عيني، اني مواليد 1997 29 9. صوتك راح حبيبتي، ايش قد؟ الو اي دنيا، ايش قد اي شهر؟ اني مواليد 7 دنيا 29 9. دنيا انا كل شيء ما دا اسمع. الو اتصال هاتفي اخر. الو الو الو، علي دنيا. اي دنيا حبيبتي، اي شهر يا قلبي؟ 29 9. 29 9 انتي؟ اي على الصحة. 29 حبيبتي؟ ايه. طيب 29 9 تمام؟ اي اوكي. طيب راح تكوني الميزان يا حبيبتي. يا قلبي طالعك الزهرة. اوكي. وطبعك هو هوائي. طيب دنيا. دنيا تسمعيني بعدك وياي؟ اي اسمعك. اي طيب. صح كلش تعب صح. دنيا واضح وياي؟ واضح وياي، تسمعيني؟ اي اوكي سمع. اسمعيني يا دنيا. ربما واشك من خلال طالعك وبعض الابراج اللي داخله محيط
برجك مسببت لك حاله لا سمح الله يا ربي، انت تشكين من عوارض، تحسين انه انت جدا تعبانه، خصوصا صار اكثر من 40 يوم مشتده عندك هاي الحاله، تمام؟ صحيح تعانين، انا ما اقدر اشر لك، ما ادري، تعانين من هاي المنطقه، من منطقه الصدر على الظهر مباشره، اوجاع قويه؟ نوبات يعني؟ ها عيني؟ اوكي. نوبات لو دائما؟ لا مو دائما. اسمعيني يا قلبي، تروحين تسوين لنا تشيك، تروحين تسوين لنا تشيك للمراره. اسم الله عليك تسمعين العافيه، كلش مهم، وتتصلين بي اذا ما طلع عندك شيء بالمراره، تتصلين بي يا حبيبتي. وتبلغيني اذا كان عندك شيء بالمراره. الو، اتصال هاتفي اخر شباب. الو. الو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه. ممكن اعرف برجي؟ اي نعم، منو معايا؟ انا ام ايه. منو؟ ام ايه. ام ايه، شلونك ام ايه؟ الله يخليك الله يسلمك. اي حبيبتي ام ايه، اي شهر جنابك؟ انا يعني هو يقولوا لي 1/7. يقولوا لك؟ بس مواليد 66 انا. انت تقديري ده 1/7 يعني برج السرطان، بس هو يعني هو ما اعرف يعني هو مو الاكيد. طيب هو مو الاكيد يعني مو بيان ولاده؟ انت مو بيان ولاده؟ لا مو بيان ولاده، تقدير. طيب تنطيني ام ايه اسمك واسم والدتك؟ ايه انطيني يا حبيبتي. اسمي كريمه. بنت منو؟ والدتي رسمية. يا حبيبة انتي قبل انه اجمعنك او اطلع لك اي شيء، واضح عندك مشاكل واضحة هاي المواضيع وياي، بس قبل لا اروح لاي وجه من الوجوه اللي تخصك يا قلبي، اذا تجيني على زاغروس بالعربي بعد شي ساعة من الان راح انطيك البرج وانطيك الخارطة وايضا انطيك العلاجات اللي تناسبك، لكن الان صراحة عندي اتصالات كثيرة، يصعب علي انه هذا الموضوع راح يتقسم وينجمع ثم ينطرح بعدين يطلع يعني البرج اللي يناسبك، تجيني على زاغروس بالعربي من عيوني وصاروا تدللين يا قلبي، تأمرين امر. طيب شباب ماكو اتصال، اكمل ابراج. العفو يعني اكو همينا برج اختي. طيب انطيني برج اختك حتى اجمعهم سوا. 1/7 20. هذا مضبوط، هذا بيان ولا تقدير؟ حبيبتي بيان ولا تقدير؟ فقدنا الاتصال شباب. طيب اذا نروح للابراج ونكمل وياكم مشاهدينا الكرام. مهنيا اتصالات ناجحه، طبعا هاي الجوزاء اتصالات ناجحه جدا، تشعرك بالقوه وايضا تطلق مشروع او تحتفل بشيء جديد او تلتقي من يهمك امرهم في الاونه الاخيره اللي انتظرتهم يعني دائما. عاطفيا ازعجك الدعوات المتواصله من الشريك، ومن الافضل مزارحته بدل التهرب من عنده وتوضيح الاسباب معه حتى يكون على يقين ودرايه بما حصل من نفاق بينك وبينه ويعني ادى الى هذا الفراق. صحيا تشعر ببعض التعب في العضلات وسبب كثره الارهاق والعمل الزائد، وايضا بعض الابراج اللي دخلت عليك والكواكب اللي سببت لك يبوسه في الجسم. الى برج السرطان، مهنيا المعطيات يعني يمر بك تحزنك بعض الشيء، حاول الا تتوقف عند لحظات كهذه فترات طويله، حاول انه تتعداها لانك قويه بما به الكفايه. الحياه العمليه تلهيك عن الحبيب وتبعدك عنه، لذا فكر فيه وامنحه الوقت الكافي للبقاء بقربه، لانه اذا ما اوليت اهتمام راح يضيع منك. صحيا ضغوط العمل تبعدك عن ممارسه انشطتك الرياضيه المفضله، حاول ايجاد الوقت لها حتى تكون اكثر تالق واكثر جسم مناسق. الى برج الاسد، يوم جيد جدا تحت تاثير القمر من برج الحمل الناري، مليء بالرومانسيه والجو الخاص، وربما تعيد الاحداث نفسها، راجع ما قد حصل في السابق وحاول يعني قدر الامكان تتجنب الدخول في ورطه او نزاعات. نوقف يوم عاطفيا، انت جدا مزعل الحبيب بالآونة الاخيره، حاول انه تتقرب عليه. نروح الى برج اخر، قبل ان نروح لهذا البرج الاخر راح اروح وياكم الى برج او اتصال هاتفي من وياي يا شباب. الو مرحبا. الو مرحبا حبيبتي، ممكن اخذ البرج مالتي؟ اي حبيبتي بكل شروق محمد. من وين حضرتك؟ من بغداد. شروق؟ اي نعم. شروق
7 وسبع. ها حبيبتي، أي شهر حبيبتي؟ شهر السابع. عفوا؟ شهر السابع. أي شهر السابع؟ إيش قلبي يا قلبي؟ صوتك شوية شروق. 27 حبيبتي. شوية صحصحينا شروق. 27 حبيبتي. أنتي 27؟ إيه. طيب، برج الأسد. طيب 27 راح يكون برج الأسد، طالعك هو الشمس وطبعك ناري. نعم. طيب زين يا شروق، شنو حابة تعرفين؟ حبيب أسأل عن حياتي وأطفالي. نعم، عن حياتك وأطفالك. شروق شوفي، حسب الطالع اللي موجود معايا الآن، في فراق لأحد الأشخاص اللي يهموش كثير، طالع معايا جدا حزينة أنتي. إذا كان لوجهك، طبعا احنا نتحدث عن 3 وجوه، إذا يخصك كملي معايا حتى استرسل معاك بالحديث. نعم نعم شروق. تمام حبيبتي. تمام الموضوع صحيح؟ نعم. طيب يعني طالع معايا كثير مجروحة وتعانين من مسألة حتى مأثر على نفسيتك وعملت لك شيء من الانطواء، أنت منعزلة بالآونة الأخيرة، صح الكلام؟ صحيح. صحيح؟ طيب يطلع لي 2 أولاد عندك، تمام؟ صحيح. صحيح، انتبهي يا حبيبتي على هذول الأولاد لأنك مش نغلة بالآونة الأخيرة بتفكير جدا عميق موديش بعيد عنهم وعن صحتك اللي ما تتعوض أبدا، انتبهي يا حبيبتي والله في بشارة في خبر طيب تسمعينا، رغم أنه الأوضاع أنت لحد الآن شوفيها مأساوية، لكن إن شاء الله يا ربي الفرج قريب إليك، انتبهي إلى صحتك تعانين من أوجاع في الحنجرة، صحيح؟ اي نعم حبيبتي، انتبهي الى صحتك يا قلبي، تعالي على زاغروس بالعربي، راح نقصقص انا وياك كثير وراح ان شاء الله تلقين الحلول ويانا. يلا مضطر اقول لك باي باي. ها شباب اكو اتصال هاتفي اخر. الو 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 مرحبا. الو صباح الخير. صباح الخيرات، من وياي؟ عمري معاك ام ابراهيم من كربلاء. ام ابراهيم من كربلاء. يعني هذا الصوت كله الحلو الناعم ام ابراهيم؟ عاشن ام ابراهيم. زين ام ابراهيم حبيبتي، ممكن اعرف من ناحيه الدراسه ومن ناحيه انه يعني تحكي بصوره عامه يعني. طيب بصوره عامه اذا يعني شوفي 3 4 حبيبتي ام ابراهيم، انت 3 4؟ اي نعم. طيب خلينا شويه، 3 4 راح تكونين الحمل. اي نعم. وراح يكون طبعك المريخ، طالعش هو ناري. المريخ من الطوالع، احنا ما راح نقول انه يعني الابراج تكون يعني المريخ هو مو جيد، لكن طالع المريخ يعني طوالع المريخ شويه تكون طالعها شويه يعني تعثر ببعض الامور بالنسبه للابراج اللي تتعب دائما وما تحصل على النتيجه بطريقه سلسه وسريعه الا بعد تعب. واضح معايا انت تاركه من فتره او تحاولين تطلعين معدل معين او مستنجده بشخص. وانا عدت هذه السنه يعني عدت يعني قررت انه اعيد لان هذا واضح. قسم احيائي يعني ثالث علمي احيائي. نعم واضح معايا. معدل يعني هاي السنه هم اطلع لهم افقيه. شوفي انا كلامي صحيح؟ قاعده اقول لك هذا الموضوع طلع معك صحيح؟ صحيح. صحيح حبيبتي. نعم. شوفي هاي السنه نفس المعدل اللي حاولتي تعدليه ما راح يصعد معاك، لكن حاول انه اذا تريدين شوفي المريخ اي يعني الاشخاص اللي طوالعهم من المريخ و يعني بعض الطوالع السيئه هذول ما يحصلون على الامور بطريقه سهله الا بعد مثابره وبعد يعني صبر طويل. اذا تحبين تكوني معي على زاغروس بالعربي راح اقول لك شنو ممكن انه تسوي حتى يقوي لك الطالع وان شاء الله تكون النتيجه محموده، لكن هذه السنه نفس السنه اللي فاتت بس بشيء جدا يعني نسبي. اجل على السنه كله ما ادرس ما تعد نفسي. والله حبيبتي تلديها نصيحه مني انا اقول لك روحي اجله، بس ما انا ما راح اتحمل مسؤوليه بس ما عندك. لا هو انا دا احسب هذا الشيء لان فتره انه طفل جديد وشيء يعني اضرب هذا. واضح هذا الموضوع وياك، اذا تحبين تريحين نفسك لان هذه السنه اساسا ما راح تصعدين غير بوينت واحد اذا كان الموضوع على صعيد النجاح او فتشي. اوكي تسلمين يا قلبي حبيبتي. انتبهي انتبهي انتبهي، انت عندك حمى بس اكيد مو كورونا، انتبهي تعانين من حمى مؤخرا حبيبه قلبي، هاي سببها الي بوسه من طالع المريخ. نعم حبيبتي. من وياي شباب؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة.
شلونك حبيبي؟ حبايب اليوم كلكم حلوين، كلكم اليوم منورين، يعني كلش اني افرح من اشوف حبيبه قلبي في دول عينك. يعني تحياتنا للماكير اليوم، ما ادري يقولون اكو فشي تغيير علي. اي كلش حلوه طبعا. حبيبه قلبي عيونك الحلوات. بس اريد اسالك، انت برج الدلو؟ لا برج الدلو رجال شباب، عم تحته واريد اخذ للدكتور. فشوفي لي يعني انا هذا الدكتور اصلي تيجي. بس لحظه انطيني اول اخذ اسمك خليني اتعرف على حضرتك. انا اسمي جمانه بس انا داخل على عفوا. انا اسمي جمانه بس اريد اخذ عندي بنتي. والله ما دا اسمعك، دعلي لي صوتك. انا اسمي جمانه. جمانه هذا لقب ولا كنيه؟ نعم هذا كنيه، هذا مو اسمك الحقيقي. لا لا اسمي الحقيقي. اسمك الحقيقي بس انا مو الي. إيه. مو إليك. مو إليك. إذا مو جمال. إيه يلا لعد منه. بنيتي أريد آخذها للدكتور، بس أريد أشوف يصح هذا الدكتور. باي شوفي يعني باي جمانة أنت كلش نستلاية، بحيث كلش ما أسمع منك. يلا شوية شوية شدة. إي الدلوش بنيتي أريد آخذها للدكتور. برج الدلو تاخذي للدكتور؟ اي بس اريد اشوف هذا الدكتور. ها جديتك برج الدلو تريد تعرفين هل تروحي لهذا الطبيب يناسبها ولا لا؟ يناسبها ولا لا؟ لانهم هواي دكاتره فقالوا هذا احسن شيء. يلا جيبي اسمها. اعطيني اسم بيبيتك حبيبتي. زين هي برج الدلو يعني لا اقول اسمها؟ جماله جدتك؟ ايه برج الدلو. الدلو، شنو اسمها حبيبتي؟ اسمها واسم امها يا قلبي. مو ما اعرف اسمها يعني شنو اسمها. راح تعيفينا وتروحي تشوفين بيبيتك بيبيتها شنو اسمها امها وتعالي لي. يلا حوايب روحي تعالي انتظرك. ماشي شباب اكو اتصال ولا نكمل ابراج؟ طيب اذا نروح الى العذراء مهنيا تستفيد هذا اليوم من الجو الفلكي الناري ويزودك القمر من برج الحمل بطاقه حيويه كافيه حتى يعني تتحمل جدول اعمالك الطويل، وايضا يعاونك ويساعدك على تقبل الامور اللي كانت سيئه بالاونه الاخيره بكل عقلانيه. عاطفيا علاقه قديمه تلوح في الافق، لكن من الافضل ان تتطلع الى مستقبل بتفاؤل كبير وايضا تخطيط جيد حتى تعيد السعاده مره اخرى الى نفسك. صحيا المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة والسعادة ومصدر الإلهام الدائم إليك، عليك بهذه الوصفة وأيضا اتمسك بها لأنه الطوالع السيئة من حولك دائما صيد الطاقة الإيجابية أفضل إليك. الميزان مهنيا لا تغامر من أجل الأمور التافهة لأنها قد تنعكس عليك سلبا فتدفع أنت ثمن اندفاعك غير المبرر. عاطفيا لا تستعجل الوصول إلى الأهداف اللي حددتها لنفسك، بعد أكو مجال كبير حتى تصيد الطاقة الإيجابية. شخص جدا روعة يلوح بالأفق، اصبر شوية تنال إن شاء الله رضا. صحيح أنت سعيد صحتك وعافيتك بعد أنه قمت بعملية جراحية قد تكون في عظم معين وتكللك بالنجاح، روح للطبيب حتى تشيل ما تبقى من خيوط. العقرب مهنيا يزيد هذا اليوم رغبتك في التقدم فتغلب على بعض العراقيل وتتغلب عليها وأيضا تصميمك وعزمك اللي ما يسنيك عن تصويب الهدف والأمور. وإذا أيضا نتحدث عن عاطفيا قلق الشريك قد يكون سبب أنت من الأفضل إيجاد الطريقة الناجحة حتى تتخلص مما يعاني وشعر بالسعادة باتجاهك. صحيا وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أن ثمت شيء غير مريح ينتابك بالآونة الأخيرة وذلك سبب بعض الطوالع اللي سببت لك وأنت تقعد طبعا في مكان الظلمة كثير هذه الحالة. القوس مهنيا تكون هذا اليوم قادر على إيجاد وسائل جديدة في العمل تساعدك على زيادة دخلك وكسبك وتكسب ثقة الآخرين وأيضا تكون أكثر وفرة من الحظوظ. عاطفيا تتبدل طباع الشريك سريعا وهذا لن يروق لك، فحاول أنه تفهم الدوافع حتى تتمكن من المعالجة قبل فوات الأوان. صحيا تعاني من قلة النوم وهذا سبب الانترنت مؤخرا. إلى برج الجدي نتوقف يما. أكو اتصال هاتفي. ألو 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 الو تفضلوا. الو تفضلوا. الو الو يعني اسمع تفضلي حبيبتي منو معايا؟ انا جينا من النجف. امين انت؟ من النجف. اي شنو اسمك حبابه؟ دينا. دينا؟ اي دينا. قبل فتره اتصلت عليك انا بدي اعرف برج امه. دينا النجف. انا قلت لك شنو برج الوالده لو لا؟ لا
لا ما اقدر يعني ما لحقت على الاتصالات. ما لحقت، يلا انطيني انطيني اسم الوالده، شنو اسمها؟ هدى بنت فاطمه. هدى بنت فاطمه. حبي يا دينا اسمعيني يا قلبي، راح اخلص الفقره واروح على المسجات، راح اجاوبك مناكه وراح انطيك عن خارطتها وعن برجها ان شاء الله. تابعيني بعد الفقره على زاغروس بي العربي ان شاء الله، راح تعرفين اللي ان شاء الله يسركم. شكرا لك يا حبيبتي. زين انا اعرف عن برجي. برجي الصحه والدراسه. انت شنو دينا؟ انا 7/3 برج الحوت. انت برج الحوت؟ انت. طيب برج الحوت راح يكون طبعا طالعك زحل وطبعك مائي. دينا دينا تسمعيني حبيبتي يا دينا، انت اولا صحيا ينخاف عليك من الماء، تسمعيني؟ اي ينخاف عليك من الماء. شوفي بعض البنات انا دائما انصحهم او حتى كل اللي كانت ابراجه مائيه، عبور الشط من جانب الكرخ الى الرصافه، هاي المواضيع تسبب خصوصا مساله بعد الظهر ومساله المغرب، هاي الامور بيها امور لا تعد ولا تحصى من المخاطر الجسيمه لابراج المائيه. انت ينخاف عليك من الماء، ينخاف عليك ايضا من اليبوسه، بعض الابراج مسببت لك هذه الحاله. انت صاحبه شعر طويل اسود حبيبتي؟ مو كلش طويل يعني نص وسط. هو وسط يعتبر طويل تقريبا يعني تحت النصف. زين انا اتمنى عليك انه يعني اكو امور انا ما اقدر اجاوبك عليها على يعني الجو، لكن اذا تجينا على زاغروس مع ما انطيك يعني برج الوالده راح شوي يعني ادردش معك. ايضا موضوع الدراسه، انت موفقه بالفترات الاخيره لكن الان تواجهين بعض شلون نقول احنا التعثرات، تلاحظين ان مستواك بدا شويه يهبط واكو من يعني عينه عليك، واضح هذا الموضوع جدا. انت شطوره ومثابره حيل، لكن انتبهي لاحدى الصديقات اللي تظهر لك انه هي صديقه لكن هي مو بالطريقه، يعني هو طالعها هو هالشكل ما يناسب طالعك، انتبهي عليها. تعالي على زاغروس بالعربيه يا حبيبه وراح اقول لك بعض التفاصيل اللي تخص صحتك ومن عيوني تدللين. اذا نكمل شباب الابراج حتى ناخذ اتصالات بعدين. الجدي مشاهدينا الكرام، برج الجدي قد تتعرض هذا اليوم لمصاعب كبيره ما يستدعي الحيطه قبل الاقدام على تغييرات هي طبعا هي جدا جوهريه في العمل. ايضا اذا طالعنا هذا البرج عاطفيا لا تدع الامور ايضا تتراكم بينك وبين الأحباب وبين مناقشتها بأولها حتى الأوضاع ما تلقي بظلالها عليك ببعض النكد والأمور الغير محمودة. حاول أنه تنظر إلى الغد بعين مشرقة أفضل من هذا التشاؤم. صحيا تقاوم بكل ما أوتيت من قوة حتى توصل إلى أهدافك المرجوة، وأيضا عليك أن تغير إرادتك اللي كانت ضعيفة الآن تنتقل إلى القوة وتترك المأكولات اللي قد تعرضك للبدانة. إذا مشاهدينا وصلنا وياكم إلى برج الدلو. شباب سرعوا لي ببرج الدلو شوية. نعم مهنيا يجعلك هذا اليوم اطل طبعا على تغييرات إيجابية وأيضا تحلم بمستقبل، إلا أن بعض الظروف اللي يحذر من التطرف والانفعالات اللي تصيبه بسبب بعض الأبراج وبسبب بعض الانفعالات الغير محمودة مؤخرا، بعض العراقيل اللي صادفتك راح تتخلص من عدها عاطفيا، قد يؤدي أو تؤدي العلاقات العاطفية دورا في نجاحاتك وربما تغير من نفسك بطريقة لافتة تثير إعجاب الشريك بيك وأيضا قوتك المفرطة. صحيا تتنفس الصعداء بعد أن كنت قلق من الهيمنة عليك وتقرر العيش بفرح وسعادة بعد أن تخلصت من مسألة صحية كانت تقلقك. إلى برج الحوت يحمل هذا اليوم حظوظ العمل وفرصة مهمة واعدة حتى تكون المشاعر غنية جدا ويشكل منعطف طريق ويحملك إلى تغييرات في الأوضاع الإنتاجية الواسعة اللي كنت تحلم بيها بعد كنت في فترة من الفقر الكبير. يدخل الحظ إلى برجك وتكون من السعداء، تتمتع بوضع عاطفي جدا واعد وبظروف إيجابية وتعيش يوم مشرق وحار جدا تتوقع خلال مفاجآت سارة، وأيضا الوضع الصحي المذبذب بعض الشيء سبب التدخين اللي نصحوك من عنده كثير لكنك ما تأخذ بالحسبان، وهذا الموضوع واضح من يعني الأمراض الصدرية بالأخير. إذا انتهت أبراجنا أو فقرتنا الصباحية للأبراج، نروح إلى الاتصالات اللي بدأت تتوافد علينا مرة ثانية. من وياي شباب؟ ألو 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 السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، من وياي؟ حبيبتي وياك أحلام من البصرة. أحلام شلونك أحلام؟
مواليد 16 12. انت من مواليد 16 12. انت القوس. طيب القوس طالعك المشتري. عافية من جانب الصحة. ناري. انت طالعك ناري. شوفي احلام. احلام. نعم نعم اسمع. اسمعيني يا قلبي، يعني انا راح احكي لثلاث وجوه لهذا البرج، لانثى هذا البرج، اذا كان هذا الموضوع يخصك اتمنى انه تجاوبيني بنعم. تمام؟ ايه تمام. احلام. احلام يعني يطلع معايا انت انسانه ميسوره الحال، يعني مو جدا ثريه لكن ميسوره الحال، وضعك المادي تمام. يعني مو كلش مستور الحال. مستور الحال، يعني احنا نقول مستور الحال. طيب يطلع معايا ايضا عندك بعض الحصو، او انت سويتي تشيك طلع لك حصو في المراره او في الكلى، تمام هذا الموضوع؟ صحيح، احس الام صفحتي. صحيح هذا الموضوع سببه بعض الحصو اللي متكون عندك مجاري بوليه جدا حال، يعني حاده، واضح الموضوع معاك. لازم تراجعين وتسوي لي تشيك، اذا طلع عندك هاي الحاله تتصلين علي بعد ما انتم تاخذين العلاجات الطبيه، هذا شيء اخر، لكن تتصلين علي لانه هاي الحصوات او هاي يعني الالام اللي تتكون عندك راح تنعاد مره ثانيه وما راح تشفين من عندها بعد، انه راح افهمك شنو راح تسوين حتى تستفادين معنا. مشكوره بعقل. تدرون يعني ايش فيك تشوفين علاقتي ويا بنتي مواليد 14 سنين. مو هالقد علاقتي وياها. بنتك؟ اي بنتي. ها عيني؟ 12 الشهر الثاني. بنتك ولا ابنك؟ بنيتي زنوبه. ها عيني؟ بنيه زينب. ايش قد قلتي لي حبيبتي؟ مواليدها 14 12 الشهر الثاني. ها 12 بشهر الثاني؟ عافيه. طيب شهر الثاني هو راح يكون الدلو، طالعها اورانوس طبعها هوائي. شنو اسمها قليبي؟ اسمها زينب. دلو زينب. شوفي يا احلام. نعم. شوفي انت طبعك ناري وهي هوائي. صحيح. تمام. المشاكل دائما انت يعني الهواء يطفي النار، طالما انت ناري فهي هوائي. الهوائي هي تكون كثيره الكلام، انت تكونين كثيره الكلام تكون اكثر حد عليك بالاجابه وبالرد. انت من فتره ضربتها بشي حاد؟ صحيح. ضربتها بشي حاد؟ هيك احنا الامهات كلها هيك تشمر، شامرتها بفد شي حاد؟ اي احلام. نعم. احلام شامر عليها فد شي حاد؟ شلون؟ انت شامرة عليها فتشي حاد من طريقة كلام بينك وبينها صاير هذا الموضوع؟ اي دائما يعني اضرب واصيح واسوي، لان هي شوية يعني طفلة مراهقة وما تعرف اللي ترهم اللي ينفعها. صحيح صحيح. هذا يطلع معايا عمرها بال 15 سنة، تمام؟ عمرها اي صحيح تقريبا، لا توها دخلت بال 16. 15 16 يعني خلصت ال 16، تمام. يا حبيبتي هذا الموضوع راح يبقى يعني متأجج بينك وبينها، لكن ممكن انطيك بعض الامور اللي تهديك انت كأم، لان طبعك ناري مستمره بهذا الموضوع، التوافق بين الناري والمائي او الهوائي، هاي الابراج شويه تكون مؤثره. تعي علي زاجروس بالعربي، راح انطيك شنو نوع المعدن او الموضوع اللي راح يناسبك حتى يطفي عصبيتك ويكون اكثر توان مسيطره مع هذه الفتاه، ولان كانت يعني هي بعمر المراهقه وارد هاي الامور في كل العوائل. شباب اكو اتصال ولا شنو؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سجاد بغداد. عفوا؟ سجاد بغداد. سجاد بغداد. طيب يا سجاد اي شهر جنابك؟ انا برج الميزان. ها انت الميزان قبل تعرفه؟ واحد اي 11. تمام صحيح 11. اريد عن اريد عنه الصحه وعنه الحب بالله الرحمن. عفوا الصحه؟ اي والحب. الميزان يا عزيزي طالعك الزهرة. أيه. وطبعك هو هوائي. تمام؟ اي تمام. تمام. يا سجاد لهذا برجك إلى ثلاث وجوه، أنا راح أذكر بعض الوجوه، إذا كان هذا الموضوع ينطبق عليك راح تقول لي نعم. نعم. اسمعني يا سجاد. سجاد بعض الابراج يطلع انه انت دافع ثمن او خسران فد شيء وندمان عليه. اي نعم صح. صحيح من فتره. صح. طيب. اي صحيح.
شوف الله سبحانه وتعالى يعوض الناس دائما ببعض الأمور. هذا الموضوع دفع الله ما كان عنك، وبعض الأمور في طالعك راح تكون جدا محمودة وإيجابية، رغم أنه طالعك هو الزهرة أفضل الطوالع. أنت كنت شخص جدا مرح وشخص جسور وشجاع وكريم النفس، وتحاول دائما أنه تسعد من حولك لكن ما حد يسعدك. هذا الموضوع مسبب لك حالة من الحزن وبعض شلون نقول إحنا يعني ساحب نفسك من بعض الناس، منطوي على نفسك. هاي الانطوائية مو صحيحة معك، لأنك شاب في منتصف العشرين يطلع لي تمام. صحيح يا عزيزي، اترك هذا الموضوع ووكل أمرك لله سبحانه وتعالى. الدنيا بيها كل شيء، اترك هذا الندم وانتبه لصحتك. عندك صحتك شوية متدهورة بالآونة الأخيرة، مرة تقول أني أعاني من راسي، مرة تقول أني من جسمي، مرة تقول ظهري، مرة هذا الموضوع مسبب لك حالة تشنج في بعض جسمك بسبب بعض الطوالع اللي مأثر عليك. بعد شيء أسبوع من الآن تتصل علي حتى أقول لك راح يطلع هاي يعني دخول كواكب أو نيازك صخيرة أثرت على أبراجك ودخلت هذه المواضيع وسببت هذه الحالة. إذا حاول أنه تخابرنا بعد أسبوع حتى أعطيك الأمور اللي راح تكون تناسبك، وراح تكون إن شاء الله صحة وسلامة وعافية لكل متابعي قناة زاغروس وخصوصا فقرتنا الصباحية. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام على مشاركاتكم الجميلة اللي كثير أحبها. إذن بالعودة مرة ثانية إلى زميلي عزيز إلى الاستوديو حتى يكمل باقي فقرة الصباحية. إليك يا عزيز. صاحبة الإطلالة المتميزة ميس، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك. شكرا لك يا عزيز. طبعا أنت يوم عن يوم تحلين فقرتك ما تنوصف. حبيت المشاهدين من زميلتي ميس وفقرة الأبراج ننتقل إلى زميلتي فاطمة وفقرة ميكس وتجميل الأظافر. خلنا نروح من بعدها نعود. صباح الخير، صباح العافية.